إيه، مرحبا بكم الناس الكل. دونك باش نبدأ ان شاء الله في السيونس هذه اللي باش نشوفوا فيها لي ستركتور دي دوني. دونك في السيونس اللي قبل جي في بارتاجي ليكران. دونك في السيونس اللي قبل شفنا ديمارش دو ريزولوسيون دي بروبليم، اش معناها؟ شفنا شنو هو لي زيتاب ا سويفر باش نجمو نوصلوا نعملوا سولوسيون انفورماتيك ان بروبليم دوني. دونك في البارتي هذه شفنا لي ديفيرونت ايتاب، شفنا كومون فير لاناليز دي بروبليم اي بار لا سويت كومون ايكرير ان الغوريتم. اكثر حاجه ركزنا عليها هي لاناليز دو بروبليم. شفنا في لاناليز دو بروبليم بار اكزامبل خذينا ان بوتيت اكزامبل اللي هو لو كالكول دو لا سيرفاس دون سيركل. دونك جينيرالمون نعرف الناس الكل اللي الفورمول دو كالكول دو لا سيرفاس دون سيركل سي ار او كاري فوا بي. مي لهنا نحن قاعدين نلوجوا على سوليسيون انفورماتيك، دونك يلزمنا نكتبوها بالميثود اللي دونك يفهمها الاورديناتور اتسيتيرا. باهي، في الاناليز دونك شوف في الاناليز اللي نعطي نو للبروغرام نتاعي. دونك نو سيرفاس يلزمني نعرف شنو هو الريزولتا. الريزولتا جينيرالمون سي لافيشاج دو لا سيرفاس. دونك لا سيرفاس اش خذينا؟ خذينا ان اوبجي سميناه اس. الاوبجي هذا ما عرفش شكون حضر معايا في السيونس اللي فات، هو ستينو كاز ميموار. دونك نجو كاز ميموار نسموها اس. الكاز ميموار هذه باش نحطوا فيها الفالور دو لا سيرفاس بعد ما نعملوا الكالكول، يعني بعد البروغرام ما يعمل الكالكول نتاعو باش يهز الفالور هذه ويحتفظ بها في اس. من بعد يصير لها لافيشاج نتاعها سور ليكرون. دونك اس كيفاش باش نلقوها هذه؟ هي سي ار فوا ار فوا بي. ار شنو هو؟ سي لو ريون دو لا دو سيركل. دونك ريون سي دوني معناها نحن اللي باش نكتبوها، سي لوتيليزاتور سي لوي كي فا اكزيكوتي دونك لو بروغرام، هو اللي باش يعطي فالور للار. الار كيف كيف سي كاز ميموار، والبي نعرفوا الناس الكل اللي هي ايغال 3.14 ودونك سي اون فالور كونستانت. واضح جوسكا ميتنون؟ متابعين الناس الكل؟ وي مسيو، واضح واضح. بي نحن اللي يهمنا في لي ستركتور دي دوني، دونك البارتي هذه ان شاء الله وقت اللي نبدا في لي سيونس بيونت كان سهل ربي تو نرجعوا لها افيك بلوس دو ديتاي. بالنسبه لي انا في السيونس اللي باش نعملوها اليوم بيان بارتي من السيونس اللي يهمني هو لي زوبجي. كان تلاحظوا هنا اون مانيبولي دي زوبجي، عندي لوبجي اس، عندي لوبجي ار، وعندي لوبجي بي. دونك هذوما سو سون توس دي زوبجي que je vais manipuler donc en exécutant le programme. Béhi. Généralement, le S ou le R ou le P ce sont des cases mémoire. Donc, à la mémoire, donc, la mémoire de l'ordinateur est donc, ce sont des cellules. Ou bien, كيف ما عندنا الخزانة تاع. دونك الخزانه فيها قجرات. القجرات هذوما شنو يصلحوا؟ يصلحوا باش نخبوا فيهم حاجه. دونك سي كيف كيف الميموار سونترال متكونه بار دي كاز. دونك هذه تسمى كاز ميموار، واضح؟ دونك باش نحنا نجمو نعملوا كالكول دو لا سيرفاس، وباش نجمو نعملوا سيزي نتاع الريون، وباش نجمو نحتفظوا بالفالور نتاع بي، لازمني دي كاز ميموار نعطيهم لسامي. دونك بار اكزومبل هذه باش نسميها اس. دونك هذه باش نحط فيها الفالور دو اس في الاخر. بار اكزومبل الكاز ميموار هذه باش نسميها ار، والكاز ميموار هذه باش نسميها بي. واضح؟ بي لهنا يلزمني نفرق بين لي زوبجي.
إذا نرجع للإكران تاعي، est-ce que la valeur de pi change؟ سمعتوا الكيستيون تاعي؟ نعم، constant. Donc pi نعرفوها الناس الكل، c'est une constante universelle، c'est une constante dont la valeur ne change jamais. Donc, est-ce que la valeur de pi, c'est nous qui va le saisir dès le début? Est-ce que l'utilisateur est libre de saisir la valeur de pi? Elle est constante. Donc, dès le début, quand nous faisons une allocation ou la réservation de l'espace mémoire, donc quand nous jouons ici, quand nous faisons une réservation de l'espace mémoire, donc réservation, je veux dire, nous avons une case vide, nous avons un nom, la case est vide, nous avons une base de valeur. Donc, nous avons une base de valeur. 3,14 معناها اي utilisateur باش يجي يعمل exécution تاع البروغرام هذي راهو باش يستعمل بي كومي طون الفالور نتاعها ديجا 3,14 متخزنه فيها 3,14 دونك شنو نزلت الفالور اللي باش يعطيها دونك على اوريجين وقت نحضر الكاز ميموار نحضرها فارغه هنا تسمى ريزيرفاسيون دو ليسباس ميموار دونك باش نحضر ليسباس ميموار للاي espace mémoire للS donc la valeur نتاع R من الاول vide من بعد شكون باش يعطيني valeur شكون باش يكتب فيها valeur لهنا l'opérateur هولي l'opérateur bien l'utilisateur qui va exécuter le programme donc هو باش يحط valeur لهنا est-ce que la valeur de R a changé en cours du programme oui donc كانت vide ولات فيها valeur. Donc, ركزوا هنا اللي الفالور دو ار ا شانجي. الفالور نتاع اس كيف كيف من الاول كانت فيت وفي الاخر وقت اللي عملنا وقت اللي هنا عملنا اس اتوندي وقت اللي عملنا اس رسوا ار فوا ار فوا بي دونك هنا باش يعمل بروجرام باش يعمل الملتيبليكاسيون تاعو الريزولتا وين باش يحطو باش يحطو في اس دونك اسكو لا فالور دو اس ا شانجي وي بيان سور دونك على فان الفالور نتاع اس كانت فيد باش تولي فيها فالور تولي فيها فالور بيان سور لهنا الكونكليزيون هي شنو كانوا عندي دو زوبجي دو تيب دوبجي او بيان دو ناتور دوبجي واحد فالور نتاعو يعطيك صحة واحد كونستانت والاخر variable variable دونك عندي دو ناتور une constante et une variable دونك par définition si je veux donner une définition à une constante دونك c'est quoi une constante qui ne change pas sa valeur au cours de programme d'exécution d'un programme donc par définition une constante c'est un objet, on peut dire aussi case mémoire, dont la valeur ne change pas tout le long d'un programme. Donc, par quoi est caractérisée une constante? Donc, عندها un nom ou عندها une valeur. Comment je sais le type de la constante? Maintenant, 3,14. C'est quoi 3,14? C'est un entier, c'est un réel? Réel. Donc, c'est un réel. Donc, il y a un goulou, il y a pi est de type, c'est une constante réelle. Donc, quand, par exemple, nous avons une autre constante. Par exemple, nous avons coefficient. Donc, maintenant, nous avons un test pour le moyen de la matière. Nous avons maintenant le devoir de contrôle coefficient 1 ou le devoir de synthèse coefficient 2. Donc, le devoir de contrôle a un coefficient 1. Ou le devoir de synthèse a un coefficient 2. Donc, on va mettre le coefficient comme une constante. On va mettre le coefficient 2. On va mettre 2. Donc, le type de 2, c'est quoi? Entier. C'est un entier. Donc, on va mettre une constante entière.
Donc, le nez indique deux natures, une constante et une variable. Donc, les données, les objets que je manipule dans un, au cours ou bien tout le long d'un programme ont deux natures, constante et variable. Donc, le nez définition ou bien de déclaration d'une constante en algorithmique, donc, bien sûr, je vais tracer le tableau de déclaration des objets, TDO. Donc, TDO, on dit l'objet, donc, je note nom, tu as l'objet, constante égale valeur, on note rôle, on t'a. Par exemple, il est l'exemple, on t'a, il est pi, donc pi, constante égale 3,14. Rôle on t'a, je m'écris constante connue, constante universelle, etc. Voilà. Rôle, monsieur, laisse m'écris pour rôle, laisse. Donc, déjà, eh, l'année dernière, elle est obligatoire, je t'écris non. Rôle, déjà, elle est not. On a quitté le TDU, tu as le naqs, le colon, tu as le rôle, il n'a jamais le stade, il s'allah, il s'allah, il s'allah, il Non, soi-disant, il y a la... À part constante connue, je n'en ai pas de parole. Benisbe le pi. Alors, le pi, c'est une constante connue. Mais je n'en ai pas d'autres constantes. Maintenant, qui me goûte le coefficient. 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 Je n'en ai pas le coefficient du devoir de contrat. Ou le du note de contrat. Je n'en ai pas le coefficient 2. Constante égale 2. Ou for all, c'est... c'est le coefficient du devoir de synthèse, par exemple. Donc, le nez, voilà. Le rôle, ça diffère selon l'exercice, selon l'énoncé de l'exercice, ou bien selon votre solution. En turbo Pascal, j'utilise le mot const. Donc, on va utiliser comme un langage de programmation Pascal. Allez, nous allons utiliser Pascal. Donc, const, l'objet, une constante égale, j'insiste bien à égale, valeur, point virgule. Il y a un axe, mon constante, n'est-ce pas const, le constante numéro 1 égale, valeur, point virgule, n'est-ce pas la ligne, ou n'est-ce pas la constante finie, égale, valeur, point virgule. Donc, directement, bad. Programme, est-ce le programme, point virgule, users ou insert, point virgule, il y a directement constante, ou bien la déclaration des constantes, il y a directement const. Le type fini, ou bien la nature fini, il y a une variable. Gonne, il est variable par définition, je n'y ai peut changer sa valeur. Donc, sa valeur peut changer. Y a-t-il que ça a peut changer. Ou t'nejm t'koun t'ibqa ma t'tbaddelch, ou t'nejm t'tbaddel, par définition. Oui. Donc, l'utilisateur y'a une valeur, ou t'ibqa nefsa. Ou illa n'ihna n'est'amlouha min d'autre, n'jibouha min blasa okhra, t'en chouf, inshallah, fi ekhir parti, manam l'programme m'ta'akim, li sou programme. Y'nejm programme, y'ekhou valeur mon programme ekhir. Donc déjà, je vais l'utiliser, mais il y a un changement dans le contenu. Donc, je vais l'utiliser comme une variable, mais je vais l'utiliser le contenu. Donc, je vais une variable par définition. C'est une case mémoire ou l'objet, il y a une valeur qui est l'utiliser au cours donc, de l'utilisation bien de l'exécution du programme. Déclaration, dimension, déclaration en algorithmique. TDO, le tableau de déclaration des objets, maintenant, le type de la variable et le rôle. Nous avons par exemple écrit R. Là, nous avons écrit le type ou nous avons écrit la nature. Var. Je vais vous dire que c'est une variable. Mais, même si nous avons écrit réel ou nous avons écrit var, nous avons écrit. Si nous avons écrit le tweet, déclaration d'une constante, une constante, fait type nature, constante égale valeur. Donc, quand on fait la colonne type nature, on fait type, donc sous-entendu, ou automatiquement, on fait
une variable. Donc, هو من المستحسن. Donc, نكتبوها. Galaxy A20, monsieur ou bien demoiselle, il est nage pas de l'esmond tac. J'ai kif kif. HP, les bijeta ou bichet flamana, il est pas de l'esmond tac. Bad de l'esmond tac, s'il vous plaît. Galaxy A20. شكون دخل معنا توا Galaxy A20. Apparemment ما عرفش يحل الميكرو. فهمت. وينو؟ انزل على الكاسك يا Galaxy. HP شكون HP؟ شكون مكونكتي معانا ب HP؟ هاي شكونك انتي HP؟ تقوى مرحبا بك يا تقوى اتم بدل لك ال 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 دونك نو رونومي جالكسي افان للتو ما عرفش شكون بارا مرحبا بك يا بارا اتم بدل لك الاسم نتاعك دونك نرجعوا لل شكون نحكوا قلنا اللي لهنا في التيب ناتور حتى اذا ما نكتبش فاريابل دونك تعتبر صحيح مي هو من المستحسن نكتبوا تيب سلاش فاريابل خاطر هنا حاطين تيب سلاش ناتور دونك هنا ار تيب نتاعها ريال فاريابل ناتور فاريابل دونك يلزمني نفرق لهنا بين الناتور وبين التيب الناتور هي يا اما كونستانت يا اما فاريابل وحده منها التيب تو نشوفوا بار لا سويت اللي عندنا بليزيور تيب ب ديكلاراسيون اون تيربو باسكال دونك فار نو اسم الفاريابل دو بوان تيب دو لا فاريابل بوان فيرغو بار اكزامبل فار ريان de point réel, point virgule. B. Supposons que nous avons plusieurs variables. Nous avons le S ou le R, nous sommes de même. S est un réel ou le R est un réel. Donc, nous avons un réel. Donc, nous avons un var. S, virgule, R, deux points. Réel. Point, virgule. Donc, là, mais on a fait tout le monde, pas comme les constantes. Les constantes, on a écrit, on a fait const. Ism. Donc, const, ism constante égale valeur, point, virgule. Quand on a une autre constante, on a dit, on a Attends, on a l'exemple, on a le coefficient de devoir de contrôle, il est 1, ou le coefficient de devoir de synthèse, il est 2. Donc l'ouléni, donc égal 1, donc coefficient 1 égale 1, ou coefficient 2, donc je n'ai que deux variables, واحدة اسمها coef 1, ou l'autre اسمها coef 2. Voilà. Donc là, il est bien nous const. نعمل const coef 1 égal 1 point virgule ونرجع للليني نكتب coef 2
égale 2 point virgule. C'est un simple exemple. J'ai QF1 égale à 1 ou QF2 égale à 2, bien sûr. Juste parce que la présentation, elle fait une déclaration, que l'on peut écrire dans la ligne, point virgule. Et là, je mets même sur la même ligne, le mot homme, et instruction fait Pascal, tout fait de point virgule. Voilà, c'est ma barche. Sinon, l'exécution, il charge une erreur. Donc, on a la partie intérieure. Donc, on a la définition de définition ta variable. Gona il est variable ah il est né est caractérisé par son nom, son type et son contenu. Donc اهم حاجه بالنسبه لي نحن باش نركزوا عليها توا هي le type d'une variable. Donc tu vas شوفوا شنو هو le type نتاع la variable. شنو الأهمية نتاعو؟ دونك نتوا باش نبدو في البارتي دونك شفنا الناتور اللي هي كونستانت وفاريابل توا باش نركزوا مع لي فاريابل باش نشوفوا شنو لي تيب اللي نستعملوهم دونك بور لي فاريابل بيان سور هنا تيب وقت اللي نحن نحكوا على تيب باش نحكوا عليهم دو بوان دو في الغوريتميك اي دو بوان دو في لونغاج دو بروغراماسيون اي سا ديفير بيان سور ريبريزونتاسيون من لونغاج لونغاج. بيه. Une variable qu'on est caractérisée par son nom, son type et son contenu. Le type, شنو الأهمية نتاعو؟ شنو ينجم يعطيني comme information؟ Point الأولانية اللي هي ما برشا اللي هو l'ensemble des valeurs qui peuvent être affectées à cette variable. معناها الكاز ميموار هذه اللي عملت لها ديكلاراسيون كوم ان ريال شنو هو لي فالور اللي نجم نحطهم فيها هذاك اش معناها البوان لولي لو دومين دي فالور والا لونسومبل دي فالور كو جو بو ميتر دون سيت كاز ميموار العباره ما نعرفش انا خذيت ريسيبيون والا ستال يعني باش ناخذ اكزومبل ستال دونك شنو هو المواد اللي نجم نصبهم في السطل هذاك اوكي سي لو ميم سي لو سي بريسك لا ميم شوز لهنا بار انالوجي في الانفورماتيك ناخذوا ان كاز ميموار ونشوفوا شنو هو لي فالور اللي نجم نحطوهم في الكاز ميموار هذيك الانفورماسيون الثانيه اللي تعطيها لنا التيب هي لونسومبل دي زوبيراتور شنو هو هما لي زوبيراتور كو جو بو ابليكي سور سيت فاريابل دونك وقت اللي ناخذ باغ اكزومبل اس ولا ار ريال شنو هو لي زوبيراتور اللي نجم نابليكيهم على لوبجي هذاك كيف كيف اللي هي زاد هامه برشا لي سباس ميموار ريزيرفي بور لا فاريابل وقت نحكي على ريزيرفاسيون دو لي سباس ميموار مثلا انت عندك 10 لتر دو عندك 10 اترات نتاع ماء نجمش تصبهم في سطل يهز 5 اترات هكا هاو لا نو دونك شي لازم نحضر له لهنا سطل الاخر ب 5 اترات باش نحطوا فيهم الباقي يعطيك الصحه والا نحضر سطل والا سوا ديزون ان اوتر ريسيبيون جينيرال اللي يهز 10 اترات باش ما نخسرش الكونتوني نتاعي والا اللي لاكسيون اللي باش نعملها تولي بوسيبل لي زوبيراتور وقت لهنا نقول اوبيراتور دونك اسباس ميموار ظاهره الحكايه دونك شنو النجم نهز لونسومبل دي فالور زاد كيف كيف شنو نحط فيها كوم فالور توا قاعده لونسومبل دي زوبيراتور شنو لي زوبيراتور اللي تعرفوه ديفيزيون يعطيك الصحة الديفيزيون دونك هذي وقت جست نفسخ ليكران دونك لهنا وقت ناخو الديفيزيون عندي هي هذي تسمى ديفيزيون
arithmétique. Division arithmétique. Je vais vous donner un petit exemple. On dit 5 plus 4 égale, je vais vous donner bien sûr le résultat. Je vais vous donner une expression tout d'abord. Expression arithmétique ou la logique? Arithmétique. يعطيك الصحة arithmétique. خاطر الريزلتات باش تعطيني تعطيه لي سي دو تيب نوميريك يا اما اونتيي والا ريال. دونك هذا اش تسمى في الاكسبريسيون تاعي؟ هذه نسموها ان او بيان ان اوبيراند. هذه يسمى اوبيراند. وهذا اش نسموه؟ بلس اوبيراتور. يعطيك الصحه سي ان اوبيراتور. دونك هذا سي ان اوبيراتور. دونك هذا سي ان اوبيراند وهذا سي ان اوبيراند وهذا سي ان اوبيراتور. دونك وقت اللي ناخذ ان اوبجي وقت اللي نعطيه ان تيب سوز انتوندو نعرف شنو هو لي زوبيراتور كو جو بو ابليكي سور سيت اوبجي. Bien. Et venir, par exemple, A et B. L'opérateur de chou est attendez un peu, l'achat. N'akbal sahabkum. وي شنو قلنا اسمها هذيك؟ هذي لوبيراتور اي سي ان اوبيراتور اريتميتيك او بيان لوجيك. لوجيك يعطيك الصحه هذه نورمالمون قريتو في البريمير اني والا دونك بريمير اني تكنيك جي سي با في التكنيك حتى في الفيزيك. دونك سي ان اوبيراتور لوجيك. اش معناه اوبيراتور لوجيك؟ الريزلتا باش يعطيه لي في الاخر شنو هو الاكسبريسيون؟ وقت نقول 5 inférieur à 6 par exemple et 1 égal 0. هذه ايش باش تعطيني؟ بوليان. بوليان. دونك 5 inférieur à 6 ايش باش تعطيني كوم ريزلتات؟ فو. فو. دونك هذه هي فو. فري. متأكدين؟ فري. يعطيك الصحة. فري. 5 انفيريور 6 فري. فري. و 1 يقال 0. فو. دونك فو. فري اي فو. فو. تعطيني فو. تنشوفوا بار لا سويت ما نحبش نتعمق فيها برشا. تنشوفوا بار لا سويت اللي فري اي فو تنشوفوا حتى الشيما الكتريك نتاعها كيفاش. دونك اهم حاجه بالنسبه لي انا توا الكونكلوزيون باش نخرج بها من هذا الكل انه التيب نتاع لوبجي التيب نتاعو يعطيني فكره على شنو هو لي فالور نجم نحط في لوبجي يعطيني فكره شنو هو لي زوبيراتور اللي نجم que je peux appliquer donc sur cet objet ou sinon l'espace mémoire que je dois réserver pour cet objet. Zadayatini fikra okhra ala ce qu'on appelle les fonctions et procédures prédéfinies qui sont applicables sur cet objet. Thème la bibliothèque de Pascal, thème des fonctions ou des procédures. دونك دي بروغرام صغار سوا ديزون باش ما تدخلوش بعضكم برشا دي بروغرام صغار حاضرين ديجا حاضرين موجودين في البيبليوتيك نجم نستعملهم ديريكتومون. دونك هذوما وقت اللي نعرف التيب نتاع لوبجي ديريكتومون نعرف شنو هو لي فونكسيون اي لي بروسيدور كو جو بو ابليكي سور سو تيب.
واضح؟ Ça va jusqu'à maintenant? On avance? B. Toi, je vais voir les types de données. Le premier type, c'est quoi? Constante. Constante, c'est la nature. Nature, nature. La nature. Donc, je vais voir les types de données, les types numériques. Le type numérique, je vais voir les chiffres. Il y a deux types. Il y a le type entier. Je vais les entiers. Oui, Bara. Je vais les entiers. Entier, 1, 2, 3, 4. Hein? Où est-ce que c'est? L'ensemble Z. L'ensemble Z. C'est l'ensemble Z. L'ensemble Z, je nous fais. Il y a que ça, Habara. Donc, l'ensemble Z. Je nous fais l'ensemble Z. نفسخ الكرام تاعي 1 2 و 3 et cetera sont les entiers positifs ou les négatifs positif les entiers positifs عنيش des entiers négatifs non moins 1 c'est un entier ou il est ah oui les autres معنا ou ما يكونش معنا Donc, les entiers, c'est l'ensemble Z. Et nous faisons le traçage de l'ensemble Z. Ah ou l'ensemble Z. Il commence de moins l'infini. Hatta. Louis. Plus l'infini. Plus l'infini. Yatik ça. Donc, il y a moins l'infini, plus l'infini. Ou plus ça, tu as dit 0. Donc, le parti est tu as les entiers positifs. Ou le parti est tu as les entiers négatifs. Donc, heavy 1, heavy 2, etc. Heavy moins 1, moins 2, etc. B. La question qui se pose, سؤال المطروح لهنا نجمش نعمل الريبريزونطاسيون تاع زيد الكل في ميموار سنترال كيفاش مسيو عاود لي سؤال نجموش نعملو ريبريزونطاسيون تاع زيد الكل لونسومبل زيد في الميموار سنترال Est-ce que la taille de la mémoire centrale est limitée? Les ordinateurs, c'est un effet. Moi, je trouve les caractéristiques. À qui je dis que la taille de la mémoire centrale? Je dis que par exemple 2 gigas, je dis que 1 giga, 4 gigas, donc même le NEOS, 8 gigas. Les ordinateurs matauris. Donc, en fin de compte, la mémoire centrale a une taille moyenne, une taille محدوده. Alors que les valeurs de l'ensemble Z sont infinies. Hak, fin négatif, moins l'infini. Ou fin positif, plus l'infini. Donc, au maximum, نجم, fin mémoire centrale, نحط une valeur minimale.
اصغر وحده في ليزونتي ونجم فالور اخرى اكبر فالور نجم نحطها في الميموار نتاعي اسمها ماكس انت. دونك وقت ناخذ كاز ميموار الكاز ميموار هذه نجم تاخذ اي فالور في الاسباس بيان في الانترفال هذا الانترفال اللي هو مين انت دو بوان ماكس انت. واضح الفكره هذه؟ دونك لونسومبل دي زونتي هو شنو هو لي فالور دي تيب entier هو c'est un sous-ensemble de z partie من z البارتي هذه c'est un intervalle يبدا من فالور مينيمال ويوفى في فالور ماكسيمال. واضح؟ واضح صافا باهي. دونك نرجعوا لل دونك il s'agit de la représentation en machine des entiers relatifs un sous-ensemble de z باهي. دونك في ال... في ال... في الالغوريتميك عندي دونك في التيديو باش نكتب entier حتى نرجعوا لها ديكلاراسيون نتاع لونتي مسيو بلي اقبل اخلاص هاي سي قبلت هاي مرحبا بك اخلاص. دونك في الديكلاراسيون في التي ديو باش نكتب لهنا اسم الفاريابل ولهنا التيب نتاعها. دونك باش نكتب اون الغوريتميك بالنسبه للتيب اونتي باش نكتب اونتي باهي. لكن في باسكال عندي بليزيور تيب ريلاتيف ا لونتي. دونك في الالغوريتميك في الكولون تيب ناتور نكتب بار اكزومبل ان في التيب ناتور نكتب اونتي فار التيب نتاعها ان اونتي دونك الرول نتاع ان اونتي دوني. مي في باسكال عندي بليزيور تيب بريميتيف عندي 5 اكزاكتومون عندي البايت الانترفال 0 255 دونك 0 255 دونك هذه الفالور مينيمال وهذه الفالور ماكسيمال هي الفالور ماكسيمال. دونك وقت نعمل var n دو بوان بايت بوان فيرغول معناها لي فالور اللي نجم نحطهم في n راهم ابارتيان على الانترفال 0 255 وقت اللي ناخذ n comme word var n de point word معناها راهو n نجم تاخذ لي فالور في الانترفال 0 65535 عندي long int دونك هذا الانترفال نتاعو عندي short int والانتيجر به. بالنسبه لنا احنا شنو يهمنا اكثر حاجه هو التيب انتيجر والتيب لونج انت الاخرين حتى كما ذكرتهمش مش مشكله. المهم يلزمك في مخك تعرف اللي الانتيجر الانترفال نتاعو هو شنو هو موان 32768 والفالور ماكس والبورن سوبيريور هي 32767. دونك في الديكلاراسيون نتاعي باش نعمل الفار ان دو بوان انتيغر دونك نعرف لهنا اللي الانتيغر هو شنو هو لي فالور نتاع الدومين انتيغر هو شنو هو موان 32768 حتى 32767 دونك لهنا هذه موان 32768 وهذه 32767
هذوما ماذا بيكم تحفظوا الانترفال تاع الانتقال يلزمك تحفظ. علاش؟ سيبوزو لينا باش نعمل الفاكتوريال عندي ان حب نحسب لها الفاكتوريال نتاعها. تعرفوا الفاكتوريال كيفاش نحسبوه؟ وي هاي اكوا تيغال ان فاكتوريال في الماتس ان فاكتوريال هاي قريتوها ولا ما قريتوهاش هذه؟ دونك بار ديفينيسيون في الماتس ان فاكتوريال هي ايغال ان فوا ان موانز ان فوا n moins 2 fois etc etc حتى الاخر نوصل fois 2 fois 1. دونك هذيك كيفاش نحسبوا الان فاكتوريال مثلا كذا ناخذوا الفاكتوريال دو 3 ايغال 3 3 fois 2 fois 1 fois 2 صحيح fois 1. Donc, on a qui n'aime la déclaration, donc, soi-disant, je ne peux pas F, il je ne peux pas faire résultat, tu as 3 factoriel, tu as généralement N factoriel. Donc, on a le F, je te connais dans l'intervalle, moins 32 000, mais je te connais dans l'intervalle. Mais, supposons les N égale à 100. 100 factoriel, il y a non. À quoi t'égale 100 factoriel? Égal, je n'en vois? 99. Qu'est-ce que tu as fait? 100 fois 99, ça fait? Fois? Fois 2. بعد 99 ايش تجي؟ 98 يعطيك الصحة فوا 97 دونك فوا اتسيتيرا 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 حتى نوصل للاخر فوا 3 فوا 2 فوا 1. دونك نبقى ديما نقص موانزا حتى نوصل للاخر فوا 1. ايش رايكم زعما الفالور هذه باش تكون انفيريور ا 32767؟ تكون لونغ اونتي اكبر بيان سور اكبر اكبر من 32000. دونك شنو يلزمني نعمل؟ انتيغار ولا لونغ انت؟ دونك لونغ انت من المستحسن نعملها ديكلاراسيون لونغ انت. دونك لهنا انتم تبارك الله سيونتيفيك وتنجموا تعرفوا الريزلتا نتاعي الفالور نتاع الريزلتا وين تنجم تكون اكزاكتومون. دونك وقت لي نشك اللي الفالور تاع الريزلتا باش تتجاوز 32000 كيك سوا في النيجاتيف ولا في البوزيتيف. دونك من الاول الفاريابل نتاعي لوبجي نتاعي نعمل له ديكلاراسيون كوم لونغ انت. دونك لونغ انت هاو تشوفوا تبارك الله انترفال كبير برشا يسع بوكو دونتي. واضح؟ دونك كي شفنا لهنا التيب عطاني ان انفورماسيون امبورطونت سور لي فالور كو جو بو افيكتي ا سيت فاريابل. عطاني انفورماسيون على لي فالور اللي نجم نخزنهم في الكاز ميموار هذيك. لي زوبيراتور تو les opérateurs arithmétiques. شنو نجم نستعمل؟ Ou bien, quels sont les opérateurs arithmétiques que je peux appliquer sur un entier? Oui, ما سمعتكش؟ شنو نجم نستعملوا كل شيء إلا الديفيزيون، معناها البلوس والموا والفوا والديفيزيون تولينا الديب والموت. يعطيك الصحة. دونك ناخذ إكران جديدة. دونك لهنا نجم نستعمل البلوس، نجم نستعمل الموان،
نستعمل الملتيبليكاسيون اما ما نجمش نستعمل ديفيزيون ديفيزيون اريثميتيك هذه تسمى ديفيزيون اريثميتيك علاش انا كي باش ناخذ كاز ميموار باغ اكزومبل ان هذه الكاز ميموار نتاعي ان اذا باش ناخذ 5 سور 2 شو باش تعطيني كوم ريزولتا الفاصل باش تعطيه لنا الريزولتا ان باش نعطي ان رسوا 5 سور 2 باش تعطيني 2.2 5 اسكو جو بو افكتي 2.5 على ان لا لا نو دونك هذه ما نجمش نستعملها ستين افكتاسيون ستين انستركسيون انكوريكت تعمل لي ايرور دونك هذه ديفيزيون اريثميتيك ني با ابليكابل سور لو تيب اونتي اي لكن اذا تحب نخرج من الكوسيون نتاعي شنو نستعمل ديف والمود نستعمل ديف والمود فور اكزومبل عندي 15 نستعمل هنا ce qu'on appelle la division entière ou la division euclidienne. تم تعرفوها في المات بالديفيزيون اوكليديان. بون اللي جا قرينا بها نحن الكل في المدرسه في الابتدائي قرينا بالديفيزيون هذه. دونك 15 سور 2 اش باش تعطيني كوم كوسيون؟ 2 ديف 3 و 15 7 x 2, 14. Tatini 7, le reste? 1. Donc, heavy. 1. Heavy. C'est le quotient. Oui. Heavy. C'est le reste. Donc, le quotient qui fait chenille. Name 15. Div. 2 دونك تعطيني ايغال 7 7 والريست كيفاش نلقى 15 مود 7 اي بيان دونك 15 مود 2 ايغال 1 ايغال 1 باهي سيبوزون عندي ان اونتي ام حاب نعرف الام هذايا بير والا امبير شنو الانستركسيون اللي نستعمل؟ مش احنا في المات قرينا قاعدة كبداية نعملو الموا مثلا اف دو اكس الاف دو موان دي اكس تعطينا اف دو اكس كيكا باش نطلعو البير ولا امبير مبه نعملو ام مود دو يعطيك الصحة دونك لاني حاجتي بحاجة دونك ام مود دو وريستيب كيادا زيرو مود 2 وي ايغال 0 كيني الانستركسيون هذه فري معناها راي ام بي معناها كي لهنا لهنا اعطتني 0 هذا كاش معناها مود ام مود 2 معناها ايغال 0 معناها الريست ايغال 0 كين الريست ايغال 0 راهو ام بي كينو ريست كين ديفيرون كين اللي عطتني فو معناها ام راهو امبير واضح هذه ما تنسوهاش راهو نحتاجوها تحتاجوها اكزاكتومون برشا اوكي دونك لي زوبيراتور دونك ابار لوبيراتور بلس لوبيراتور موان لوبيراتور دو ملتيبليكاسيون وعندي اوبيراتور اخر لوبيراتور اونير اش معناها اوبيراتور اونير إذا نجي الآن ونكتب موان زان شنو هي الموان هذي؟ اسكو سيتي ان سوستراكسيون؟ ما فهمتكش مسيو موان زان شفتو هذي الإكسبرسيون هذي؟ وي موان زان الآن هذي شنو هو؟ شي يمثل في الإكسبرسيون؟ شقولنا بك؟ بكي الوقت عملت 5 بلس 4 اش قلنا على 5 و 4 هما شنو دي نيميريك دي زوبي اوبيراتور اوبيرانت هذه اوبيرانت
في الإكسبرسيون وكات أوبيرانت وهذه أوبيران وهذه سي أوبيراتور دونك البلوس هذه بحذيها أوبيران على اليسار أوبيرانت على اليمين دونك سي أنتر دو أوبيران دونك نسموها أوبيراتور بينار معناها يلزم الاستخدام تاعها يلزم تكون مع دو زوبيران بار كونتر لهنا في الاكسبريسيون هذه عندي الان نجم تكون مع وحده كها والموا يعطيك الصحه هذه ست اوبيران لهنا هذه راهي ماهي سوستراكسيون هذه سوستراكسيون 5 موان 6 هذه ست سوستراكسيون سي لوبيراتور دو سوستراكسيون هذا ماهوش سوستراكسيون هذه تسمى نيغاسيون اريتميتيك سي لا نيغاسيون اريتميتيك اش معناها نيغاسيون اريتميتيك وقت نستعملوا لوبيراتور هذا منين كان لوبجي بوزيتيف يولي نيجاتيف والعكس منين كان نيجاتيف يولي بوزيتيف الان عكس كلمة بينار شنو؟ الآن بوزيتيف ولا؟ بوزيتيف كي نزيدو موان شي ولي؟ نيجاتيف ولي نيجاتيف كي نزيدو موان أخر؟ بوزيتيف ولي بوزيتيف دونك نعرفو نحن اللي موان يعطونا بلوس دونك لهنا هذه تسمى لا نيجاسيون أريتميتيك دونك هذاك سيت أن أوتر أوبيراتور كو جو بو أبليكي سو لو تيب أونتي دونك لي زوبيراتور هما اللي شفناهم بكري زياد وزدنا معاه لوبيراتور ديف والمات دونك ديف دون لو كوسيون دو لا ديفيزيون اونتيير دي برومي اوبيرانت بار لو ديزيام اوبيرانت ومات دون لو ريست دو لا ديفيزيون اونتيير دي برومي اوبيرانت بار لو ديزيام اوبيرانت سيل فو بلي راهم لي ديتاي هذوما يظهروا لكم سامبل وبانال وما همش تريز امبورطون مي تاكدوا وقت تبدا تخدم في بروجرام ان شاء الله في اخر العام وقت تبدا تخدم في بروبليم تلوج على سوليسيون راهو اذا ما تكونش متمكن من هذوما الكل راهو حكايه فارغ راك تنجمش تلقى السوليسيون تاعك بكل سهوله دونك لي المعلومات هذوما لي انفورماسيون صغار هما الباز هم مين برشا واضح دونك الديف يعطيني دونك نحط في مخي اللي الديف يعطيني الكوسيون والمود يعطيني الريست دونك سور كيل تيب ils sont applicables الديف والمود entier le type entier توا باش نتعدوا دونك بيان سور لهنا ثم لي زوتر اوبيراتور اللي هما لي زوبيراتور ريلاسيونيل ليغال ديفيرون inférieur ou égal, supérieur ou égal, strictement supérieur, strictement inférieur. هذوما في الاناليز وفي الالغوريتم نكتبوهم كيف نهك. في باسكال باش يولوا كيف نهك. Égal تبقى نفسها, différent تولي inférieur ou supérieur. Inférieur ou égal تولي inférieur وقدامها égal. Supérieur ou égal تولي supérieur وقدامها égal. Supérieur تبقى نفسها, inférieur تبقى نفسها. هذوما يسموا دي زوبيراتور ريلاسيونيل راهم ينجم يجوكم دي كيستيون دو كور حط لك فري والا فو ينجم يحط لك الكيستيون هذه راه خاطر برشا للاسف برشا تلامذه يذيعوا فيه كي تقول له شنو هو لوبيراتور شنو هو لي زوبيراتور نستعملوهم اصلا ساعة كلمه اوبيراتور هو في مخه مش داري عليه شنو نقصدوا به دونك لي زوبيراتور هما لي زوبيراتور اريتميتيك بلوس و موان والفوا والمالتيبليكاسيون والديف والموت والنيغاسيون هذيك دونك هذوك سون دي زوبيراتور عندي دي زوبيراتور لوجيك تو نشوفوهم من بعد وعندي دي زوبيراتور ريلاسيونيل اللي هما نعمل بهم الكومباريزون تروكا شنو تروكا هاو لي زوبيراتور تروا تيب عندي بالنسبه ليكم انتوما دونك في الالغوريتميك دونك tout simplement on écrit entier au في turbo pascal bien sûr ديما الاغلبيه نستعمل لو تيب انتيغال واذا نعرف اللي الفالور نتاعي باش تكون تري غراند دونك نستعمل لو تيب لونغ انت
Donc, sinon, dit men stamel type antique. Deuxième type, li huwa type numérique, li huwa le type réel. Domaine des valeurs du type réel, huwa chnou? C'est la représentation en machine des réels. C'est un sous-ensemble de R. Donc, عندي partie négative ou عندي partie positive. Bien sûr que l'عاده je peux pas représenter tout R, نجمش l'ensemble R هو كبير برشا, infini, mais نجمش نعمل له représentation كل sur la machine. Donc لهنا عندي valeur minimale ou عندي valeur maximale. Donc valeur minimale, valeur maximale. Donc, et valeur fait l'intervalle, je peux mettre dans une case de mémoire de type réel. Donc, quand on a le var, R, par exemple, deux points réel. Donc, R, c'est la case de mémoire qui s'appelle R, nous allons mettre fait اي فالور من الانترفال هذي. دونك باش نشوفوا كالعاده اللي الانترفال تاع الريال في الالغوريتميك باش نكتبوا ريال وفي التربو باسكال عندي 5 تيب بريميتيف. عندي ريال دونك هذايا الانترفال نتاعو, وعندي السنجل والدبل والاكستندد والكامب. بالنسبه لي نحن نهتموا كان بالريال والدبل. بكري في لي زونتي قلنا اون سانتيريس من المستحسن هو راهو اون سانتيريس خاطر بالنسبه ليك منتوما بكالوريا لي زونتي الكل نستعملوهم, اما في الريل كان الريل اللي قريناه السنة, اما في لي زونتي استعملناهم الكل معناها فوالا. دونك في لي زونتي لي تيب بريميتيف في باسكال نستعمل لانتيغال والا لونغ انت, نركز على ذوما الزوز. وفي ريال تيب ريال ريل نركز على ريل ودبل. دونك هذايا ريل ودبل. كان تشوفوا هنا دونك وقت نقرا 2.9 × 39 اش معناها؟ معناها 2.9 فوا 10 بويسونس موان 39. هذه كي نلقى 2.9 E moins 39. Here, nafsa 2.9 fois 10 puissance moins 39. Donc, c'est la représentation de la réelle en informatique. C'est l'écriture, bien sûr, mathématique. Donc, 2.9 fois 10 moins 39. و 1.7 فوا 10 بويسونس 38 مش بالضروره تحفظوا. بون هم ينجم يجوا دي كيستيون دو كور مي مستبعدين شوي سوا ديزون. المهم بالنسبه لي نعرف اللي لاغلبيه الوقت نستعمل لو تيب ريل في باسكال والا لو تيب دبل. شنو لي زوبيراتور كو جو بو ابليكي سو لو تيب ريل؟ نجم نستعمل لي زوبيراتور اريثمتيك كود plus ou moins, fois ou division, ou les opérateurs relationnels. Nous allons les utiliser tous. Oui. Déclaration d'une variable réelle. En algorithmique, nous écrivons non, type nature, nous écrivons réel. Donc, nous écrivons réel. Var, bien sûr. Ou ra,
on attribue Pascal نعمل var non de point real ou le var non de point double. Donc, je joue les fonctions arithmétiques standards qui sont applicables sur le type réel. هذا كي ما قلت لكم بكري دي بروغرام صغار حاضرين وانرجستري في البيبليوتيك نتاع باسكال نجم نستعملهم ديريكتومون دونك وهما يعطوني ريزولتا دونك نجي للترانك بريمير فونكسيون هي ترانك دو اكس اونتيربو باسكال وعلى فكره هذو ما لازم تحفظوه لازم تحفظوهم والالغوريتميك تحفظوهم التسميم نتاعهم اونتيربو باسكال وتعرف الرول نتاعها معناها شنو تعمل الفونكسيون هذه بالضبط دونك جينيرالمون اون فونكسيون ال ريتورن ان ريزولتا دونك عندي لهنا ترانك اونتيربو باسكال اش تعمل هذه نعطيها ان ريال نحي بارتي ديسيما وي اكزامبل لهنا ترانك دو موان 5.125 رجعني معناها البارتي ديسيمال هذه كلها تتفصل سبريمي الموان تبقى بيان سور ما عنديش حتى دخل ترانك دو 3.14 3 دونك لهنا الفالور دو ريتور هي 690 دونك كيفاش نستعملها جينيرالمون نعمل ار رسوا ترانك de x. Donc, résultat نتاع 30 وين باش يتحط باش يحط في الكاز ميموار اللي اسمها R. هذه الutilisation نتاعها في الاناليز وفي الالغوريت. في باسكال بيان سور تنشوفوا اللي الفلاش هذا باش يولي دو بوين ايغال. تنشوفوها مش امبورطون توا بالنسبه لنا احنا توا اللي يهمنا اكثر هو لي تيب ou les opérateurs arithmétiques que je peux appliquer sur ce type, les valeurs que je peux affecter à ce type, ou les fonctions que je peux appliquer sur ce type. On dit une autre fonction liée à arrondi. En turbo Pascal, round. Je termine. Nature, un réel tatine une valeur approchée. تذكروا تعرفوا بالبيش معناها فالور ابروشي اقرب فالور لي اذا ناخذوا الرندي دو 7.499 اش تعطيني 7 اعطيني 7 دونك الفالور اللي قبل 5 الكل فيرجول 5 الكل نرجع عباره نحيت البارتي ديسيما اللي من 0.5 وانت طالع تعطيني لونتي اللي من بعده الرندي دو 7.50 8 8 arrondi de 7.99 8 8 8 عندي ABS ABS اللي هي تعطيني الفالور ابسولي دو X نعطيها ريال نيجاتيف تعطيني تراجعوري بوزيتيف نعطيها بيان سور ريال بوزيتيف باش تخليه بوزيتيف يعطيك الصحة توا كاري دو اكس كان تذكروا المره اللي فاتت في الاناليز كتبنا ار فوا ار اللي هي ار او كاري علاش خاطر وقتها ما نعرفوش اللي ثم فونكسيون اسمها كاري اون تيبو باسكال هي سكوير نعطيها ان ريال ترجع لي الكاري نتاعو دونك كيفاش لوتيليزاسيون نتاعها نورمالمون المره اللي فاتت رانا كتبنا اس رسوا كاري سكوير هذاك في باسكال دونك كاري دو ار فوا بي دونك هذه هي الكريتير الصحيحه واضح ار فوا ار ننسوا دونك هذه هي الكريتير الصحيحه كاري دو ار فوا بي دونك كاري دو ار نعطيها ار ترجع لي ار تعطيني الكاري نتاع راسين كاري اون تيربو باسكال هي سكويرت سكويرت و بيان راسين كاري نعطيها ان ريال بوزيتيف ترجع لي
الراسين كاري نتاعو مثلا نعطيت راسين كاري دو 2 نعرفوا اللي هي ا بو بري الفالور ابروشي هي 1.414 واضح اذا نعطيه ريال نيجاتيف تعمل لي ايرور نعرفوا الكل اللي الراسين اي حاجه تحت الراسين كاري لازمها تكون بوزيتيف سينو ترجع لي ايرور واضح 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 عندي زادة سينيس وعندي كوسينيس وعندي تانجانت وعندي كوتانجانت شفتوا كلي فونكسيون تعرفوهم في المات الكل موجودين في باسكال موجودين لسامي متاعهم في باسكال دونك بيان سور نحن لهنا خذينا كيلك فونكسيون ما خذيناهمش الكل خذينا كيلك اكزامبل دو فونكسيون اللي نستعملوا فيهم جينيرالمون في الباك سيونتيفيك اما هو في باسكال موجودين اكل لي فونكسيون ماتيماتيك اللي تعرفوهم بريسك الكل دونك كوس و سينيس تعرفوهم شنو يعملوا بالضبط دونك سينيس دو بي تعطيني 1 و كوس دو بي سور 2 تعطيني 0 دونك هنا جينا الانت اونتير بو باسكال تولي انت بالاي دون لا بارتي اونتيير دو اكس هي نعطيها ريال ثم ايرور هنا اكسكوزي موا هذه ريال نو صحيح نو ترجع لي ريال ثم غلط هنا فوت دو فراب اوكي ترجع لي ريال شنو هو بوزيتيف مسيو شنو فاصل مش الانت نورمالمون تكون بالفاصل معناها فاصل صفر صفر اي اوجيك نحب نصلحها دونك لهنا ترجع لي ان ريال هذه سي 2.00 فوت دو فراب هذه انت 3 ولا انت دو 2.5 2.00 نو 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 2.00 اش تعمل الانت تخدم كيف الترانك بالضبط جوست اما ترجع لي ريال عطا نكتبها لهنا باش ما نغلطوش فيها دونك انت دو 2.5 هي 2.00 واضح دونك ترجع لي ان ريال انت طبعا ان شاء الله كان خاطر نحن راهو هذه راهو ستيم سيونس نتاع présentation ni plus ni moins donc inchallah وقت باش نرجعوا نقروا انا باش نرجعوا دي لو ديبي باش نرجعوا لهذه ان شاء الله كي تبدوا معايا ان شاء الله نبعث لكم الدوكيمون معناها بيان سور كوريجي دونك انت دو موان 3.9 بار اكزومبل هي موان 3.00 معناها هذه نقصد بها راهو ان ريال لو ريال 2 ثم فرق بين لونتي 2 والريال 2 واضح دونك هنا ثم ديفيرونس في البريزونطاسيون دونك على الاورديناتور نحن وقت نعملوا له ديكلاراسيون كوم لونتي في البريزونطاسيون يعرف كيفاش في لافيشاج كيف كيف وقت نعطيه ان ريال في لافيشاج يعرف كيفاش يعمل لافيشاج دان ريال بالنسبه لنا نحن اكريتور ما خاطر نكتبوا بالستيل ونحن دونك باش نفرق بين لونتي وبين الريال دونك ريال نزيد من بعده 0.00 واضح واضح دونك هذه لهنا راهي فوت دو فراب تركزوش معاها برشا تو ان شاء الله تبدو معايا نبعث لكم الدوكيمون كوريجي نجو لهنا اليا اون تيربو باسكال راندوم دون ان ريال كومبري انتر 0 اي 1 اكسكلو نركزوا بالباهي قال ان ريال في حتى في الكلاس ما فهمتهاش انا هاي عطاهم فهم هيك طب سي لوكازيون باهي اليا اون الغوريتميك وفي الاناليز نستعمل اليا واضح اون تيربو باسكال اسمها راندوم بيه
تذكروا انتم في قريتوا البروبابيليتي ولا وي مسيو يقول لك اون كيف وفيها دي بول لي بول هذوما مثلا مرقمين من واحد حتى العشر ويقول لك ما غير ما تخزر الكيوب هذه كما نعمل في القرعة مثلا نتاع نتاع البطولة مثلا كأس العالم ولا كأس افريقيا ولا ما عرفش شنية دونك باش يستخرج شكون البلدان اللي باش يلعبوا ضد بعضها كل بول يحطوا فيها اسم نتاع بلد نتاع بي ويحطوهم في الكيوب هذيك الكيوبات ويدخل ايده ويجبد وزار دونك هو ما يعرفش شنو فيه سي كيف كيف عبارة عندي كيف مسكرة وانت باش تدخل يدك وباش تجبد ان بول ما تعرفش الرقم نتاع البول هذه المهم انت تعرف اللي الرقم نتاع البول هذه موجود من واحد مرقمين من واحد حتى العشرة دونك لهنا وزافي تيري ان بول وزار واضح؟ دونك البول هذه ينجم يكون الرقم نتاعها واحد ينجم يكون اثنين ينجم يكون ثلاثة ينجم يكون أربعة ينجم يكون خمسة ينجم يكون ستة ينجم يكون سبعة ينجم يكون ثمانية ينجم يكون تسعة وينجم يكون عشرة هذاك اش معناها تيري وزا سي كيف كيف لأن أليا الرول نتاعها شنو كين استعملت أليا أكهو نطلبو باسكال راندم تعطيني أن ريال ونركز على كلمة ريال في الانترفال 0-1 وفير في الان تعطيني ان ريال شنو تعطيني مثلا ما باش نكتب واحد ولا اثنين مثلا باش نكتب اكس يقال اليا شنو تنجم تعطيني 0.2 نجم تعطيني في الاخر اكس يحط فيها لورديناتور بيان سير باش يحط وزاري نجم يحط فيها 0.2 نجم يحط فيها 0 نجم يحط فيها 0.75 نجم يحط فيها 0.0001 ينجمش يحط فيها 1 نو اوفر الانترفال اوفر باهي الكاس الثاني نتاع راند وبيان نتاع اليا اللي هو اليا لهنا ونعطيه اونتر بارانتيز ان فالور سوا ديزون اكس رسوا اليا دو ان دونك كاز ميموار اللي اسمها اكس نجم تاخذ نامبورت كيل فالور من الانترفال 0 دو بوان ان موانزا تاخذ اي اونتي ونركز على كلمة اونتي في الانترفال 0 ان موانزا واضح؟ واضح باهي معناها اكس لهنا تنجم تاخذ 0 نجم تاخو 1 مثلا اذا ناخذو بور ان ناخذو بار اكزومبل 5 شنو هو الانترفال نتاعي دون 0 0 يعطيك صحه 0 4 ارمي في الكات اكس نجم تاخو 0 نجم تاخو 1 نجم تاخو 2 نجم تاخو 3 والا تنجم تاخو 4 دونك واحده من هذو دونك وقت نحط ان دونك لهنا حسب الاستعمال نتاعي كان عندي ريال ها وين دونك سينو نحط الفالور نتاعي راهي هذه سيلفو بلي اللي ما فهمهاش نعاود نفسرها له مره اخرى راهو ساعات يقول لك جو في رومبلير ان تابلو بار دي زونتي او وازار مش انت باش تكتبها الاورديناتور وقت نقول وزار الاورديناتور هو باش يختار واضح شو معناها كستاندارد كيفاش مثلا نقولوا بروجرام باش يعمل قرعه نتاع حاجه مثلا نتاع لعبه يستعمل يعطيك الصحه اكف الجوع هذيك باغ اكزومبل انت تعمل تيري تجبد
وهو تبدا تدور كينا مثلا باش تربح يزمي يجو تروا زيماج كيف بعضها. دونك هنا هو كليماج فك السيركل هذيك قاعد يختار فيها وزار. كي يجو ثلاثه كيف بعضها ماك تروا سيركل دار وثلاثه وجو ثلاثه كيف كيف دونك تربح، كان ما جو ديفيرون دونك بيان سور ما تربحش. دونك هنا هو الفالو هذه يختار فيها البروغرام مش ليتيزاتور هو اللي يكتب. واضح؟ فما فرق بين نحن نختار الفالو نحن نكتبوها بار اكزومبل، فرق بين يقول لك سيزير ان اونتي اكس دونك يكرير ان بروغرام كي بيرمي دو سيزير ان اونتي اكس، وفرق بين يقول لك يكرير ان بروغرام qui permet de choisir un entier au hasard dans l'intervalle 0-10. Donc, là, il y a une différence entre les deux. Dans le cas où l'utilisateur est le valeur, et dans le cas où le programme est le choix au hasard, qui mange valeur un entier موجود dans l'intervalle 0-10. Donc, dans ce cas, j'utilise عليا. واضح؟ داكوغ. ب دونك جو في مارتي بور سيت سيونس جوسكا دونك سي نيفو. ان شاء الله هو راهو حاجه بركه ننصحكم بها كلك سوا كملتو معايا والا ما كملتوش. الانفورماتيك راهو تري سامبل، راهو ماتيير ساهله برشا. C'est une source donnante. Un tout à peu près scientifique, les coefficients à la 14 ou la 15, je crois. Il y a deux examens. Un examen pratique, bac pratique, et un examen théorique. Il y a bien été 15, déjà, tout le monde a un point dans le moyen de وبيان سور اذا انت تبارك الله تاخذ 18 دونك عندك اون مارج مثلا باش تزيد تطلع بها دوتر ماتيير. ما عرفتش انا باغ اكزومبل طحت في ماتيير الله دونك ما تدريش عليها وانيه الماتيير ما تمشيش فيها، دونك تنجم ترجعها بالانفورماتيك. دونك عندك من السورس دو نوت هي الانفورماتيك والسبور. سبور بون اسافوار انتم سبورتيف ولا لا دونك هذيك حاجه، اما الانفورماتيك راهو بالخدمه كيما نخدموا في المات. يعطيك الصحة، كيما نخدموا في المات وكيما نخدموا الفيزيك والسيونس راهو الانفورماتيك تخدم فيها شوية تركز شوية راهو قدرة ربي تاخذ نوت به. وهذوما راهو لي شوز سامبل اللي نشوفوا ليهم هذوما لي فونكسيون بري ديفيني خاصة هذوما راهم مهمين برشا. ساعات المفتاح نتاع بروبليم كامل مربوط اسكو انت ذكرت الفونكسيون هذيك والا لا. واضح؟ دونك مرحبا بكم مره اخرى، جيسبير السيونس الكونتوني نتاعها عجبكم، وجيسبير اي مسيو يعيشك. مرحبا، وجيسبير اللي ميرسي مسيو. جيتي معناها قريب برشا، لانفورماسيون قريبه منكم برشا، ومرحبا بكم تولي تو. دونك عندي الكونت فيسبوك ديجا موجود عندكم بروفيسيونيل هذاك ديجا موجود عندكم في الواحد، تنجموا تبعثوا لي انفيتاسيون، تنجموا تسالوا اي كيستيون في اي وقت، ومرحبا بكم في لي سيونس بيونت ان شاء الله، تنجموا تتصلوا بالمدام رشا وهي تعطيكم لي زانفورماسيون الكل. اوكي؟ ميرسي مسيو. عشوية طيبة ان شاء الله، تصبحوا على خير. على خير.